قدم التلميذ أيوب شرفاوي، حصل على شهادة البكالوريا شعبة هندسة ميكانيكية بمعدل 19.25، أصيل ولاية تلمسان، يحظى بدرع تكريمي وهدية ومكافأة مالية. تتقدم التلميذة ضحى حوابس، حصلت على شهادة البكالوريا في شعبة اللغات الأجنبية بمعدل 18.80، أصيلة ولاية قسنطينة، تحظى بهدية ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. تتقدم التلميذة إيمان الرحامنية، هي الحاصلة على شهادة البكالوريا شعبة التسيير والاقتصاد بمعدل 18.63، أصيلة ولاية الطارف، تحظى بهدية ودرع ومكافأة مالية. المتفوقة الأولى في شعبة الآداب والفلسفة التلميذة عبير قطوم، حصلت على معدل 18.06 وهي أصيلة ولاية خنشلة، بدورها تحظى بهدية ودرع ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. إلى المتفوقة الأولى في شعبة الموسيقى الفنون في أول بكالوريا للفنون التلميذة وجود حمام بمعدل 17.41 من مديرية التربية بالجزائر وسط، تحظى بهدية ودرع ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية.